اتكلمنا عن مجموعة من المواضيع المختلفة الخاصة بالمعادلات التفاضلية الجزئية، بداية من تعريف المعادلة التفاضلية وتحديد الأوردر والديجري، ثم الفورميشن الخاص بتكوين المعادلة التفاضلية. عرفنا يعني إيه حل عام ويعني إيه حل خاص، وبدأنا في طرق حل المعادلات التفاضلية الجزئية، وبدأنا أخذنا الطريقة الأولى وهي الدايركت انتجريشن، ودي كانت طريقة خاصة بحل بعض المعادلات التفاضلية الجزئية البسيطة اللي كانت بتشترط حاجة من الاتنين. إن الأولى إن تكون عندي المعادلة التفاضلية الجزئية بتاعتي تحتوي على يو واحدة بس متفاضلة أكتر من مرة، أو بتحتوي على حدود من اليو بس في تفاضل مشترك عندي. الحالتين دول اللي كان ينفع أشتغل بيهم في حالة دايركت انتجريشن، وكنا بنطلع الحل العام، ولو كان مديني باوندري كونديشن كنا بنطبقها على الحل العام ونبدأ نطلع حاجة اسمها البارتيكولار سوليوشن. بعد كده أخدنا الحل العام لمعادلة أويلر اللي هي بتقول A U X X زائد 2 H U X Y زائد ال B U Y Y بيساوي صفر، وأخدنا نظريتين لحل الطريقة. النظرية الأولى كانت بتتكلم على لو الجذور الخاصة بالكاركترستيك إيكويشن جذور مختلفة كان بيبقى عندي شكل الحل بالشكل الفلاني، ولو الجذور اللي عندي جذور متشابهة يبقى في عندي حل بالشكل الفلاني، اللي هما نظريتين اللي احنا بدأنا نطبقهم في المحاضرات السابقة. ثم أخذنا المحاضرة اللي فاتت حاجة اسمها الباوندري كونديشن، ودي كانت تعتبر استكمال لطريقة أويلر اللي احنا اخدناها في المحاضرات اللي قبلها. والباوندري كونديشن دي خاصة بالشروط الحدية اللي بيديها لي مع المعادلة لإيجاد البارتيكولار سوليوشن. فالمعادلة ممكن تحتوي على باوندري كونديشن وتحتوي على انيشيال كونديشن. الانيشيال كونديشن دايما بيبقى خاص بالتايم، بينما الباوندري كونديشن بتبقى خاصة بالسبيس أو خاصة بإكس، يعني على حسب شكل المعادلة اللي عندي. وكانت طريقة أويلر بتحل معادلة طبعا أويلر بالإضافة لمشتقاتها زي الويف وزي الهيت وزي لابلاس إكويشن وهكذا، وأخذنا أمثلة كثيرة على هذا الجزء. النهاردة هنتكلم على تكملة برضو للمحاضرة السابقة، وهناخد طريقة لحل أحد أنواع معادلة أويلر وهي الويف إيكويشن. يعني الطريقة دي بتحل الويف إيكويشن بس. طيب ليه تاخد الطريقة دي عشان تحل الويف إيكويشن، مع إننا حللها في المحاضرة اللي فاتت باستخدام طريقة أويلر أو باستخدام الكاركترستيك إيكويشن، لأن دي أسهل من الكاركترستيك إيكويشن. الحل بتاع دي ما بياخدش وقت، بيدخل الشروط على طول في الحل، يعني مش بيطلع جنرال سوليوشن وبعدين بعد ما يطلع جنرال سوليوشن يعوض بالشروط ويبدأ يجيب علاقات والدنيا الطويلة اللي كنا بناخدها في طريقة أويلر. هو بس ده دارمبيرت بيحل الويف إكويشن بس. طيب جميل، يبقى احنا هناخد طريقة لحل الويف إكويشن باستخدام دالامبرت سوليوشن او مبدا دالامبرت. تعال نشوف ازاي بنبدا نطلع القانون والنظريه اللي مبنيه على الطريقه. طبعا تبقى دي النظريه رقم ثلاثه اللي اخذناها. احنا اخذنا نظريتين في اويلر اللي احنا قلناهم من شويه الخاصه بالريبيتد روت وبالنسبه للديفرنت روت. هناخد بقى النهارده كمان نظريه على كوشي بروبلم. هي كوشي كانت خاصه بالويف ايكويشن، دايما كانت بتيجي على الويف ايكويشن.
فالنظرية دي اللي هي نظرية دالمبيرت خاصة ب الويف ايكويشن. طبعا الويف ايكويشن بيبقى الصورة بتاعتها يو اكس اكس زائد واحد على سي تربيع في اليو تي تي. طبعا لما يقول لي كوشي باوندر كونديشن طبعا خلاص انا فاهم الدنيا فيها ايه. فكوشي باوندر كونديشن اليو اوف اكس و0 بتساوي اف اوف اكس، واليو تي اوف اكس و0 بتساوي جي اوف اكس. عندي مش محتاج اكتر من كده. دي الشروط از جيفن باي كذا، ده شكل الحل بتاعي لو المعادله بتاعتي ويف ايكويشن ويز كوشي باوند او ويز كوشي باوندر كونديشن. الحل بتاعي يو اوف اكس وتي بتساوي نص اف اوف اكس زائد السي في التي زائد اف اوف اكس ناقص السي في التي زائد 1 على 2 سي تكامل من اكس ناقص السي في التي لاكس زائد السي في التي جي اوف اكزيتا دي اكزيت. ده شكل الحل بتاعي على طول. يعني انا مجرد ما اطبق دي لامبيرت همسك القانون ده واشتغل بيه. طيب اشتغل بيه ازاي، او ازاي دي لامبيرت طبق طريقته وطلع الحل على الصوره دي؟ بس انا عايز محتاج اثبت هذه النظريه. يبقى لو جالي هيقول لي ديديوس او بروف ده لامبيرت سوليوشن، ويسكت على كده طبعا ويقول لك ويز كوشي باوندري كونديشن وخلاص، ما يتكلمش اكتر من كده. يبقى انت سعادتك عارف ان دي لامبيرت كان بيشتغل على الويف ايكويشن ويز كوشي باوندري كونديشن، فتكتب المعادله بتاعت الويف ايكويشن بالاضافه للباوندري كونديشن اللي هي يو اوف اكس و0 ويو اوف يو تي اوف اكس و0، وتبدا تطبق تعمل بروف للنظريه. يعني انا مش شرط اكتب لك الجيفن داتا دي كلها، لا انا ممكن اقول لك ديديوس دي لامبرت سوليوشن فور ويف ايكويشن وشكرا يا عم واسكت على كده. لو زودت شويه اقول لك ويز كوشي باوندري كونديشن. يبقى انت تبقى عارف الكوشي باوندري كونديشن كويس، عارف الويف ايكويشن، عارف شكل الحل اللي انت هتستنتجه بعد كده. طب تعالى نبدا نشوف دالمبيرت عمل الموضوع ده ازاي. اول حاجه اشتغل نفس الشغل بتاعنا اللي احنا اشتغلناه في الطريقه العاديه، وهي حساب الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي وايجاد الجذور ثم ايجاد الحل العام بتاعي. يعني هي نفس الخطوه الخاصه بايجاد الحل العام. اذا احنا متفقين ان الحل العام بيطلع في كل الطرق اللي اخذناها من بعد الدايركت انتجريشن، يعني اللي هي الكاركترستيك ايكويشن كانت بتظهر من اول اويلر الى هذه المحاضره. يو اوف اكس طبعا الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي هشتغل بالنسبه للتي، فيبقى واحد بيساوي واحد على سي تربيع لندا تربيع. طبعا احنا قتلت هذه المعادله بحثا بايجاد الجذور، وبالتالي بالضرب في سي تربيع يبقى لندا تربيع بتساوي سي تربيع، وبالتالي لندا هتساوي زائد او ناقص سي. اذا دي جذور حقيقيه غير مكرره، ومنها فان الجنرال سوليوشن لهذه المعادله هيساوي يو اوف اكس وتي هتساوي اف اوف اكس زائد لندا 1 تي زائد جي اوف اكس زائد لندا 2 تي. ده شكل الحل العام. هبدا احط لندا 1 بسي لندا 2 بسالب سي، يبقى ده شكل الحل العام للويف ايكويشن. طبعا ده محفوظ اصلا شكل الحل العام. طيب ابدا بقى في القصه بتاعت استنتاج او ادخال الباوندري كونديشن في الحل. الباوندري كونديشن عندي واحد يو اوف اكس و0 والتاني يو تي اوف اكس و0. يو تي اوف اكس و0 بتساوي اف اوف اكس، يو تي اوف اكس و0 بتساوي جي اوف اكس. فانا محتاج يو تي، فانا همسك الحل بتاعي ده افضله جزئيا بالنسبه لتي باعتبار اكس ثابت. يبقى لما اجي امسك ده افضله يبقى ده يو تي
في اكس وتي هتساوي تفاضل الاف باف داش ثم تفاضل ما بداخل الاف بالنسبه للتي تبقى بسي، نفس القصه هفاضل الجي يبقى جي داش ثم تفاضل ما بداخل الجي بالنسبه للتي تبقى سالب سي. طيب جميل جدا. المعادله دي انا ابدا اعمل انسيرت للشرط بتاعي اللي هو عند التي بتساوي صفر. خليها دلوقتي وتعالى نمسك الشرط الثاني. يبقى المعادله دي خلاص بقى عندي حاجه اسمها يو تي اوف اكس وتي. هنبدا نطبق الشرط بس يعني الخطوه الجايه. انا خدت الشرط الثاني اللي هو يو اوف اكس وزيرو لانه يعتبر عندي اليو اوف اكس وزيرو سهله موجوده عندي اهي. اليو اوف اكس وتي هحط فيها التي بتساوي صفر واساوي الناتج ب اف اوف اكس. لما احط التي بتساوي صفر دي هتروح ودي هتروح ويفضل عندك ان يو تي يو اوف اكس وزيرو اللي هي باف اوف اكس يعني هتساوي اف اوف اكس زائد جي اوف اكس اهو بالتعويض في الشرط الثاني اهو. يو اوف اكس وزيرو بتساوي اف اوف اكس يعني معناها ان انا هشيل الاكس واحط اكس والتي واحط صفر واشيل اليو اوف اكس والتي دي واحط ايه؟ واحط اف اوف اكس. انا عملت الكلام ده اهو بقى عندي اف اوف اكس زائد جي اوف اكس بتساوي اف اوف اكس معادله رقم 3. ده كلام جميل. وطبقت الشرط بتاعي بقى اللي انا اللي هو اليو تي اوف اكس وزيرو بتساوي جي اوف اكس هحط اليو تي فوق احط فيها التي بتساوي صفر. واعوض اطلع الشرط التالي اهو ان جي اوف اكس بتساوي سي في اف داش اوف اكس زائد سي في جي داش اوف اكس. المعادله رقم 4. اللي ناسى يا جماعه المايك مفتوح يقفله بعد اذنكم. المعادله رقم 3 و4 كنا بنشتغلها ازاي يا اولاد زمان؟ كنا بنشتغلها ازاي؟ يعني يا اما كنا بنفاضل الثلاثه ونبدا نحل المعادلتين مع بعض. ده كان اختلاف ما بين الطريقه اللي فاتت والطريقه دي. احنا كنا بنشتق دي بالنسبه لاكس لو تفتكر، وكنا بنحل المعادلتين ثم نرجع نكامل بعد كده. في هذه الطريقة لا، في الطريقة دي أنا ما بعملش الكلام ده، أنا في الطريقة دي بكامل رقم 4. يعني ده فكرة دالمبرت، ما بيفاضلش 3، لا هيكامل 4. لما يكامل 4 طبعا أنا عارف إن التكامل بيشيل علامة التفاضل ويبدأ يظهر لي التكامل الناحية التانية. طبعا الدالة دي كلها في متغير اسمه إكس، فأنا هكامل هذه المعادلة بالنسبة لإكس. يبقى ده الاختلاف ما بين الكاركترستيك ايكويشن او طريقه اويلر اللي احنا اخذناها في المحاضرات السابقه وطريقه دولمبرت. يبقى انا هكامل المعادله رقم 4. حلو قوي، هطبق التكامل. يبقى الفرق ما بين الطريقه دي وطريقه اويلر لن نقوم بتفاضل 3، لا احنا هنجاها وحلها مع 4، بس هنقوم بتكامل 4 وحلها مع 3. ده الاختلاف الوحيد في الطريقه. تخيل هيحصل معايا ايه؟ تخيل نتيجه الموضوع ده الفرق بين ان انا اكامل مش هفاضل المعادله. طيب كملت طبعا، هرجع خطوه معلش، انا هكامل ده يبقى تكامل الطرف ده طبعا انا عارف ان ده ثابت يطلع بره التكامل. تكامل ده بالنسبه لاكس التكامل هيشيل التفاضل، وده نفس القصه التكامل هيشيل التفاضل. يبقى الكلام ده هيبقى سي اف اوف اكس زائد سي ناقص سي في جي اوف اكس، وطبعا يظهر علامه التكامل الناحيه الثانيه يبقى تكامل جي اوف اكس دي اكس اهي بالمنظر ده كده. يبقى سي اف اوف اكس ناقص سي جي اوف اكس يساوي تكامل من زيرو طبعا بدايه الباوندر كونديشن. طبعا اي باوندر كونديشن بدايته اكس بتساوي صفر، ببدا من اكس بتساوي صفر الى ايه؟ الى اكس، الى اكس. طيب عشان سهوله التعامل يا اولاد، لسهولة التعامل انا هستبدل الرمز اكس بالرمز اكزيتا. اي رمز حطه، يعني خلي التكامل بتاعك بدل ما هو جي اوف اكس تبقى جي اوف اكزيتا دي اكزيتا، عشان وانا بعوض بحدود التكامل بعد كده هشيل الاكس واحط اكس ناقص السي في التي واكس زائد السي في التي. الدنيا هتكلكع معايا. فانا سهولة في الحل انا هسمي الاكس بتاعي اللي هو المتغير بتاعي، طبعا انا بقول جي اوف اكس دي اكس، فانا هسميه جي اوف سي اكس زيتا دي اكس زيتا. وطبعا الاكس طبعا كانت بتتغير من صفر الى اكس زي ما هي، ما عنديش فيها اختلاف. بالقسمه على سي يبقى اف اوف اكس
ناقص الجي اوف اكس بتساوي 1 على سي تكامل بتاع جي اوف اكس زيتا. دي اكس زيتا المعادله دي رقم 5، ودي اللي انا هبدا احلها مع المعادله رقم 3 اللي هي فوق، اللي هي بدلاله الاف اوف اكس والجي اوف اكس. تم زي ما قلت لك، تم استبدال الاكس في التكامل بالرمز اكس زيتا، وذلك لسهوله التعامل في الحل. طبعا انا ملتزم بالرمز اللي هو مديهولي في الاثبات. لو انا غيرت لك الرمز في الاثبات هتخلي لي برضه الرمز اللي هتفرضه هنا هيبقى نفس الرمز اللي في الاثبات اللي هو مديهولي في المعادله. طيب تمام، ابدا بقى بحل بقى المعادلتين رقم 5 مع المعادله رقم 3. لو تفتكر المعادله رقم 3 هرجع لك ورا خطوه، بص دي كويس قوي. اف اكس ناقص جي اوف اكس، اف اكس ناقص جي اوف اكس، انا هطلع فوق المعادله رقم 3 هتلاقي اف اوف اكس زائد الجي اوف اكس بتساوي اف اوف اكس، وبالتالي عشان احلهم مع بعض، طبعا في متغيرين هما اف اوف اكس وجي اوف اكس، انا عايز احلهم مع بعض. احلهم مع بعض ازاي؟ يعني طبعا واحده انا شايف ان هنا الجي موجبه والثانيه الجي سالبه، يبقى ممكن اجمع 3 على 5، بجمع 3 على 5 يعني، واخد بالك اهو. فانا الموضوع بحل المعادله رقم 3 والمعادله رقم 5 بضرب المعادله 3 في سي والجمع على المعادله رقم، انا بحل ايه مع ايه؟ بحل 3 مع 5 ماشي. حليت المعادلتين مع بعض، واخد بالك، جمعتهم على بعض يعني، فبقى عندك 2 اف اوف اكس، اجمع دي على الثانيه، اجمع دي على 3، يبقى 2 اف اوف اكس هيساوي اف اوف اكس سمول زائد 1 على سي في التكامل من اكس بتساوي صفر الى اكس لجي اوف اكس زيتا دي اكس زيتا. وبالتالي فيبقى الاف بكام؟ اقسم على 2. طبعا الناس فهماني يا اولاد؟ يعني المعادله رقم 5 مع المعادله رقم 3 جمعتهم بس على بعض، جمعتهم على بعض بس، بقى عندي 2 اف اكس، وعندي هنا اف اكس هتنجمع على علامه التكامل اللي هناك اهي. خلاص كده؟ وقسمت على 2 لان اف اوف اكس وكمان اف اوف اكس يبقى 2 اف اوف اكس، قسمت على 2 بقى شكل المعادله بتاعتي اهي. طبعا ده الاف اوف اكس تقدر تعوض في اي معادله من الاثنين تطلع الجي اوف اكس بكام؟ ادي يا سيدي الاف اوف اكس وادي الجي اوف اكس. ده منظر الحل بتاعي، لان طبعا المعادله اللي فوق لو تفتكر ادا الاف اوف اكس وادا الجي اوف اكس. لو انت خدت الاف اوف اكس اللي احنا حسبناها عوضنا بيها في المعادله رقم 3 هنطلع منها الجي اوف اكس، طلعت بالشكل اللي عندي ده اهي. يبقى الاثنين شبه بعض يا اولاد، بصوا كده على الموضوع، واحده اف اوف اكس على 2 زائد 1 على 2 سي، والثانيه اف اوف اكس على 2 ناقص 1 على 2 سي، هما الاثنين زي بعض بالظبط مع اختلاف الزائد والناقص اللي عندي. طيب انا مش عايز اف اوف اكس، انا عايز اف اوف اكس زائد سي تي واف اوف اكس ناقص السي في التي. تمام كده، اروح طبعا استبدل الرمز ده وابدا اكتب الحل بتاعي بالشكل اللي عندي. يبقى اف اوف اكس زائد سي في التي هتساوي الكلام ده، واف اوف اكس ناقص السي في التي هتساوي الكلام ده. طبعا مع تبديل الحدود بتاعتي، اكس هشيلها واكتب اكس زائد السي في التي، والاكس هشيلها واحط اكس ناقص السي في التي. يبقى ده منظر الحل بتاعي، اجمعهم على بعض اطلع الحل الخاص بتاعي بقى، لان دخلت الشروط في الحل، مش هطلع الحل العام زي الاول، لا انا جبت قيمه الاف اوف اكس زائد السي في التي وجبت قيمه الجي اوف اكس ناقص السي في التي اهو، اعوض بقى بيهم في المعادله رقم 2 يطلع لي منظر الحل بتاعي بالشكل ده. طبعا ابدا اجمع بقى، بص بقى معايا وركز عشان ما تتلخبطش، ده اف اوف اكس زائد السي في التي وده اف اوف اكس ناقص السي في التي على 2 اهو، ممكن اخدهم عامل مشترك بالشكل ده، اخد النص عامل مشترك، يبقى نص اف اوف اكس زائد السي في التي في اف اوف اكس ناقص السي في التي اهو على جنب، خلاص شكرا. الحته دي بقى بص كده معايا، معلش، التكامل من صفر الى اكس زائد السي في التي، وهنا التكامل من صفر الى اكس ناقص السي في التي. لو انا دخلت الاشاره السالب دي يا اولاد تحت هنا كده معايا، ايه اللي يحصل للحدود دي؟ الحدود دي هتتبدل لو دخلت الاشاره السالب جوه هنا، يبقى انا هبدل الحدود، وبالتالي يبقى دي هتبقى زائد والحدود تتبدل تبقى من اكس ناقص
السي في التي الى اكس بتساوي زي، وبالتالي اقدر بقى اضم التكاملين دول مع بعض، اخد واحد على 2 سي عامل مشترك، ويبقى حدود التكامل من كام لكام؟ من اكس ناقص السي في التي لاكس زائد السي في التي بالشكل اللي قدامي ده، وبالتالي اوصل لاثبات النظريه اللي هو كان طالبها مني. ده يا اولاد شكل الديلامبيرت سوليوشن، ودي طريقه حل المعادله بتاعتي. يبقى هي جاست ان انت تعرف الاف اوف اكس بكام والجي اوف اكس بكام، هتعوض في القانون بتاعي ده مباشره، مباشره هتطلع الحل العام، مجرد ما تطلع الجذور وتطلع الحل بتاعك تشتغل عندي على طول. يبقى انا بس هحتاج الجذور عشان اعرف السي بكام وعوض بيها في المعادله على طول. يبقى انت مش هتستنتج النظريه كل مره، لا، انا لو قال لك يوز ديلامبيرت سوليوشن يبقى على طول امسك القانون وعوض فيه تعويض مباشر. يبقى ده اثبات النظريه. طبعا النظريه اثباتها سهل، تقدر تعملها لو جات لك في اي امتحان. تعال ناخد مثال عشان نعرف ان تطبيق النظريه سهل جدا. يعني شوف هنا حتى في نص السؤال بيقول ايه، سولف ذا كوشي بروبلم، يعني سمى الويف ايكويشن كوشي بروبلم. يبقى هنا طالما كوشي بروبلم يبقى هيحلها بديلامبيرت، لان ديلامبيرت ما بيحلش اي شروط، خلي بالك. يعني ديلامبيرت ده بيحل الويف ايكويشن بشرط الايه؟ بشرط كوشي باوندري كونديشن. يبقى الاثنين مع بعض. يبقى لو جات لك معادله ويف والشروط بتاعها مش كوشي، اوعى تحلها بديلامبيرت. كلام يبقى واضح، ما تنحلش بديلامبيرت اصلا. ديلامبيرت النظريه مبنيه على مين؟ على كوشي باوندري كونديشن. الويف ايكويشن ويز كوشي باوندري كونديشن، الشرطين متوفرين، تمام، حل باستخدام ديلامبيرت. غير كده يا باشا حل بالطريقه الثانيه بتاعت اويلر اللي احنا اشتغلنا بيها في المحاضرات السابقه، لان احنا عارفين انواع الشروط ايه. عندي كوشي وعندي دريشلت وعندي بقى انواع ثانيه مالهاش اسماء. خلاص، يدينا واحد انيشال واحد باوندري، يدينا اثنين باوندري واحد انيشال. انا القصه دي كلها لا تعنيني بشيء، طالما الشروط بتاعتي هي كوشي باوندري كونديشن يبقى انا هشتغل بديلامبيرت، طالما المعادله بتاعتي ويف ايكويشن. فمسمي النظريه بتاعتي او مسمي المساله سولف ذا كوشي بروبلم. كوشي بروبلم مينينج ان المعادله بتاعتي هي الويف ايكويشن والشروط بتاعتي هي كوشي باوندري كونديشن. يو اكس اكس بتساوي 1 على 6 1 على 6 ربيع يو تي تي، الصوره العامه للويف، الصوره العامه للويف. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف هنا في الشروط بتاعت كوشي. يو اوف اكس و0 بتساوي اكس تربيع، يو تي اوف اكس و0 بتساوي اي اس اكس، ادا الاف اوف اكس وادا الجي اوف اكس. خلي بالك مهم جدا ترتيب الدوائر، اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع والجي اوف اكس بتساوي اي اس اكس، عشان هشتغل بيهم في القانون. طب تمام، تعال نبدا نحل. كتبت لك الاف اوف اكس بتساوي اكس تربيع، الجي اوف اكس بتساوي اي اس اكس، مهم جدا بالنسبه لي ان هدخلهم في الحل دلوقتي. ثم هروح احسب بقى القانون بتاعي اهو، القانون الخاص بتاعي ده شكل الحل العام اللي هو باستخدام دالامبيرت سوليوشن، ده الحل العام بتاعي. طب جميل، عايز اشتغل فيه ازاي؟ اشتغل فيه ازاي؟ كل الحكايه عايز اشيل الاكس، سوري، اشيل الاف اوف اكس واخليها اف اوف اكس زائد السي في التي. ما انا اثبتت شكل الحل خلاص، انا اثبتت شكل الحل خلاص. ارجع ورا خطوه، معلش، هو السي هنا جذور المعادله مش كنا اثبتناها في النظريه هيطلع لندا 1 و2 زائد او ناقص سي، فالجذور عندي زائد او ناقص سي، يبقى مش محتاجه اطلع لها الكاركترستيك ايكويشن لان انا اثبتها في النظريه، هو كده ما غيرليش. ابدا احسب الجذور لما يبقى الكلام ده غير 1 على 6 تربيع. انا واخد في النظريه من شويه لما كانت الشكل العام للويف ايكويشن بالمنظر ده كانت الجذور زائد او ناقص سي، فاهم؟ انا ما حسبتهاش، ما حسبتش الجذور، ما هي زائد او ناقص سي اصلا زي النظريه، فيبقى ده الحل بتاعي اللي هو هشتغل فيه. فانا عايز اف اوف اكس زائد السي في التي واف اوف اكس ناقص السي في التي، اروح بقى على الاف اوف اكس.
هشيل الاكس واحط مره اكس زائد السي في التي، ومره اشيل الاكس واحط اكس ناقص السي في التي واعوض هنا. فاهمني؟ اهو. طيب يبقى هنمسك بقى الاف اوف اكس كده ونبدا نحط الاكس بتاعتي اهي في الداله بتاعتي، اشيل الاكس واحط اكس زائد السي في التي تربيع اهي، يطلع لي شكل الحل بالمنظر ده كده اهو، اكس زائد السي في التي تربيع زائد الاكس ناقص السي في التي تربيع. طب الجي اوف اكس زيتا، ما هي الجي اوف اكس اصلا انت بتشتغلني، ما انا عارف ان جي اوف اكس، الجي اوف اكس زيتا هي جي اوف اكس، فالجي اوف اكس بكام؟ باي اس اكس. طب انا اكتبها ازاي؟ اكتبها اي اس اكس ولا اكتبها اي اس اكس زيتا؟ لا اي اس اكس زيتا، دي اكس زيتا. يبقى جاست ان انا من الشروط ببدا اطلع اعوض في الحل بتاعي على طول. جيت هنا شلت الاكس وحطيت اكس زيتا وعوضت في التكامل، طبعا الحدود ثابته، الحدود بتاع التكامل من اكس ناقص السي في التي لاكس زائد السي في التي، لان كنت اثبتها في النظريه. طيب فاضل ايه بقى؟ حل بقى المساله. حلها بقى خلاص. اجي على الجزء ده طبعا افك التربيع واجمع. هفك التربيع واجمع الحدود على بعض، فكيت التربيع وجمعتهم طلعوا 2 اكس تربيع زائد 2 سي تربيع اكس تربيع. ممكن تاخد الاثنين دي عامل مشترك تروح مع النص، خلصت من الجزء ده. تكامل اي اس اكس، اي اس اكس، او تكامل اي اس اكس زيتا بالنسبه لاكزيتا، اي اس اكزيتا. احط الاكزيتا مره باكس زائد السي ناقص لما تبقى باكس ناقص السي في التي اهي. خلاص خلصت. خلصت خلاص. اللي فاضل مجرد تبسيط. انا هعمل ايه يا ريس؟ انا هاخد اي اس اكس عامل مشترك. واخد بالك؟ اي اس اكس عامل مشترك، تطلع بره هنا، يبقى هنا مضروب في اي اس اكس. يفضل هنا اي اس اكس اي اس سي تي ناقص اي اس سالب سي تي. لو على اثنين تبقى شكل مين؟ تبقى لو انا خدت دلوقتي بالمنظر ده كده، انا خدت الاي اس اكس بره اهو على السي اللي هي بره، كانت بره اصلا. دخلت الاثنين جوه، بقى عندي مقدار اسمه اي اس اكس اي اس سي تي ناقص اي اس سالب سي تي على اثنين. دي صوره مين؟ صوره الساين. الساين سي تي. فاقدر اشيل دي كده واكتب ساين سي ايه؟ سي تي. يبقى الحل بتاعي النهائي اللي هو الحل البارتيكولار سوليوشن على طول اكس تربيع زائد سي تربيع اكس تربيع زائد واحد على سي اي اس اكس ساين سي تي. خلاص خلصت الحل بتاعي. شفت؟ لا لفينا ولا دورنا ولا دخلنا يمين ولا شمال ولا حل المعادله مع المعادله، مفيش اي حاجه، مجرد انك كتبت القانون عارف الجذور بكام اللي هي السي بكام وبدات اشتغل واعوض في النظريه، عارف الاف اوف اكس بكام، عارف الجي اوف اكس بكام وابدا اعوض في القانون بتاع ديلامبرت. مثال تاني. مش شاين؟ شاين نعم. سي مش هتبقى شاين سي تي ولا ساين؟ الشاين اعتقد فيها اي. ايوه تمام. الشاين فيها اي تقريبا، ولا انا ايه غلطان ولا ايه؟ العكس يا دكتور. مش الساين يا ولاد؟ لا لا لا. الشاين اللي ما فيهاش اي. دي شاين يا دكتور. خلاص يبقى شاين يا سيدي. حاضر. يا نهار ابيض. مش هتفرق معايا في حاجه، معلش معايا يعني. عذرا يا سيدي. عذرا يا عم صلاح. اي شاين. اي حاضر. حاضر. طب ايه رايك اكتب لك اي ساين بقى اغيظك؟ ايه اي ساين؟ يلا يا عم ساين اي سي تي، مش كده تبقى صح برضه؟ ما هي ساين. طيب خلاص خليها شاين. خلاص شاين يا عم اسكت. خلاص شاين. ايه شاين؟ شاين. حاضر. والله خطا كتابه والله. شاين ماشي. يبقى شاين سي تي. يبقى بالتالي ده الحل العام. لا انا بتكلم في الحته اللي بتكلم فيها بقى يا اولاد. ايه رايكم في الحل ده؟ هل احنا ده لفينا دورنا زي المحاضره اللي فاتت لما كنا بناخد السبوره كتابه عشان تطلع الحل البارتيكولار سوليوشن؟ ده طلع بمجرد النظر بس. دي لمين؟ للويف ويز. ها ويز ايه؟ ويز ايه؟ كوشي باوندري كونديشن. كوشي باوندري كونديشن. عشان كده احنا اخدنا المحاضره اللي فاتت يعني ايه شروط ابتدائيه، الشروط الحديه اللي هي الكوشي والدريشت. دي المعادله او النظريه دي خاصه بالويف ويز كوشي باوندري، مش اي شروط. طيب تعالى بقى يا سيدي كمل بقى، خش على الويف ايكويشن. خلي بالك وركز يا صلاح. يو اكس اكس المره دي 9 على 2 على 25 يو تي تي. اذا دي محتاجه نعرف السي بكام. السي هنا مش بسي زي المعادله اللي فاتت، لا السي له قيمه. ماشي يا عم. طيب
الباوندري كونديشن او كوشي باوندري كونديشن، كوشي باوندري كونديشن الاف اوف اكس بلين اكس والجي اوف اكس بصفر، ده ريحني خالص الجزء بتاع التكامل بصفر. شوف ده، شوف ده، شفت السهوله والجمال؟ الجزء بتاع التكامل بقى بصفر لان الجي اوف اكس بصفر اصلا، خلاص بصفر ريحني. طب يلا الحل يا ريس. حاضر الحل، الاف اوف اكس بلين اكس، الجي اوف اكس بصفر. رحت بقى طلعت قيمه اللندا او الجذور بتاعتي باستخدام الكاركترستيك ايكويشن العاديه خالص، عرفت ان اللندا بتاعتي او السي بتاعتي زائد او ناقص 5 على 3. 5 على 3 طرفين فاصلتين، صح كده؟ 5 على 3 ده يا سيدي السي بتاعتي، واخد بالك؟ كنت تقدر تحسب الكاركترستيك ايكويشن العاديه خالص وتطلع منها الجذور بتاعها، هيطلع زائد او ناقص 5 على ايه؟ 5 على 3. جميل جدا. امسك الكلام ده بقى وعوض في القانون العام الخاص ب دي لامبير سوليوشن. يبقى قدامك يا اولاد كده، انا خدت المقدار نفسه وقلت ان 1 اس تابع بيساوي 9 على 25، اللي هو من يعني قارنت الويف ايكويشن بالمعادله اللي هم اديها لي. او تقدر تطلع الكاركترستيك ايكويشن عادي خالص برضه خطوه واحده وتطلع قيمه اللندا بكام. فاللندا طالعه اللي هي السي يعني بتاعتي زائد او ناقص 5 على 3. هبدا بقى امسك الحل بتاع دي لامبيرت اهو، ده الحل بتاعي، تعويض مباشر فيه، تعويض مباشر فيه، هشيل السي واحط 5 على 3، هشيل السي واحط ايه؟ سالب 5. طبعا السي بتاعي 5 على 3، طبعا الاشاره السالب دي داخله معايا، الاشاره السالب ده ايه؟ اللي هي ده ايه؟ خلاص؟ مش تدخل السالب على السالب، لا، خلاص هي سالب 5 على 3، مره واحده موجب ومره واحده سالب، تمام. هنا دي بصفر اصلا، فمش محتاج احسبها اساسا في اي حاجه، دي بصفر خلاص، ده كله بصفر لان الداله نفسها بصفر. فاضل لي دي، حلو قوي. الاف اوف اكس بايه؟ بلين اكس. طيب انا هشيل الاكس واحط مره اكس زائد 5 على 3 تي، وهشيل الاكس مره واحط سالب 5 على 3 تي. يبقى ده يا سيدي منظر الحل بتاعي، خلصت. واحد يقول لي طب ما انا ممكن اخد اللي ان عامل مشترك واقسم ده على ده، اللي انت عايزه يا باشا اعمله. هي المساله خلصت خلاص، تعويض مباشر. مريحني وقال لي ان الجي اوف اكس بصفر، فجزء التكامل مش هيطلع عندي اصلا خلاص، ومجرد ان انا اشيل الاكس واحط قيمتها عوضت وطلعت منظر الحل بتاعي بالمنظر اللي عندي ده. اخدت انا بقى اللي ان عامل مشترك يا اولاد، فهضرب ده في ايه؟ في ده، ضربتهم في بعض طلعوا بالمنظر اللي عندي ده كده يا جماعه. واحد تاني يقول لي طب ما انا ممكن ارفع النص ده اس اللين، اعمل انت عايزه. يعني ايه؟ ممكن تسيبها على الصوره الاولى او تاخد اللين عامل مشترك. طبعا انا عارف ان لين ايه زائد لين بي يبقى لين اف بي، فانا خدت اللين عامل مشترك وضربت الاثنين في بعض، وبعد وزعت الاقواس على بعضهم طلع الحل بتاعي بالمنظر ده، نص لين الكلام ده. طبعا برضك من خصائص اللين ان انا ممكن ارفع اللين ده للاس بتاع القوس اللي عندي، مفيش مشكله، يبقى ده جذر، يعني لين جذر الكلام ده. فده الحل بتاعي من خطوتين، ما طولتش وحليت الويف ايكويشن باستخدام دي لامبيرت سوليوشن. مثال ثالث، هنا الحل بتاعي السي بي سي، مفيش اختلاف. اللي اختلف عندي مين؟ الكوشي باوندر كونديشن، يو اوف اكس وزيرو بزيرو، ويو تي اوف اكس وزيرو بواحد على واحد زائد اكس تربيع. يعني الاف اوف اكس هنا بصفر، يبقى الحد اللي كان فيه اكس اف ده بصفار خلاص. يفضل الحد بتاع مين؟ بتاع الجي. الحد بتاع مين؟ بتاع الجي اوف اكس بواحد على واحد زائد اكس تربيع. اجي على الحل بتاعي، ادي يا سيدي الاف اوف اكس، ادي الجي اوف اكس، ابدا اعوض في الحل بتاعي. طبعا هنا السي زي ما هو بسي، طبعا الاف اوف اكس بصفر، يبقى ده كله بصفر خلاص، شكرا، بصفر اساسا. يبقى فاضل عندي 1 على 2 سي في التكامل من اكس ناقص السي في التي، الاكس زائد السي في التي، 1 على 1 زائد اكس زيتا دي اكس زيتا. هي دي صوره مين؟ دي صوره التان ماينس 1. خلاص يا باشا شيلها، حط تان ماينس 1 وعوض بالحدود، مره اكس زائد السي في التي ومره اكس ناقص السي في التي. ده منظر الحل العام، سوري البارتيكولار سوليوشن بتاع هذه المعادله، الحل الخاص بتاعي مبني على الشروط بتاعتي. شايفين المساله حلها قد ايه؟ خطوتين، خطوتين بالظبط. طيب مثال تالت رابع، برضه الويف ايكويشن
وغير لي الشروط المره دي. لو تفتكر المثالين اللي فاتوا، مره حط لك الاف اوف اكس بصفر، ومره حط لك الجي اوف اكس بصفر. المره دي هيحط لك الاف اوف اكس بتاعك باكس تربيع، والجي اوف اكس بتاعتك ب 2 اكس. الجذور السي بتاعتي بسي زي ما هي، بسي زي ما هي. طيب مسك الحل، طبعا الاف اوف اكس باكس تربيع، الجي اوف اكس ب 2 اكس، وبدا يعوض في دلامبيرت سوليوشن. الحل اهو، هشيل الاكس واحط اكس زائد سي تي تربيع، اشيل الاكس واحط اكس ناقص السي في التي تربيع اهو، زائد 1 على 2 سي التكامل من اكس ناقص السي في التي، الاكس زائد السي في التي، واشيل الجي اوف اكس زيتا واكتب 2 اكس زيتا دي اكس زيتا. طبعا الاثنين دي تروح مع الاثنين دي، وتكامل الاكس زيتا، اكس زيتا تربيع على 2، وابدا اعوض بالاكس زيتا، احط مره اكس زائد السي في التي واكس ناقص السي في التي، افك التربيع ده واجمع. خلاص خلصت المساله، يطلع لي منظر الحل العام بتاعي بالمنظر ده، اكس تربيع زائد السي تربيع تي تربيع زائد 1 على 2 سي في 4 اكس سي تي. خلصت المساله يا باشا، تعويض مباشر في حل المنظر. طبعا يبقى انا لو اداني ويف ايكويشن، ودي بقى حاجه للمهندس الناصح يعني، اداني ويف ايكويشن مع باوند، مع كوشي باوند كونديشن، هو ما قاليش حل بطريقه ايه، يبقى انا حل دلامبيرت يا باشا في ايه؟ دلامبيرت على طول، ده كلمه كلمتين وغطى رد غطاهم، فاهمني؟ الا لو لخبط لي في الشروط، يبقى انا مضطر اشتغل بالطريقه بتاعت اويلر بقى، والف ودور حوالين نفسي في ايجاد السواد. بكده يا شباب وصلنا لنهايه المحاضره. طبعا محاضره خفيفه خالص اهو قبل الميد ترم كده، يعني عشان تخش الميد ترم وانت مزاجك عالي. خلاص؟